بعد ضجة كبيرة أثرها مقتل طفل في أسيوط بطريقة بشعة، وزارة الداخلية كشفت في بيان أصدرته تفاصيل الجريمة. الداخلية قالت إن مركز شرطة البداري في أسيوط تلقى يوم 18 يونيو بلاغ من سائق بيفيد غياب ابنه صاحب الثمان سنوات بعد خروجه للعب مع الأطفال أمام بيتهم، وطفل كان بيحمل الهاتف المحمول الخاص بوالدته. الوزارة وضحت أنه في 21 يونيو عثر على جثمان الطفل المتغيب ملقى في قطعة أرض زراعية قريبة من المنطقة، وتبين أنه مذبوح ومبتور الكفين. تحريات أجهزة الأمن كشفت تفاصيل الجريمة، وتبين أنه وراها ثلاث عاطلين أشقاء، وبالقبض عليهم اعترفوا بارتكابهم الوقعة واستدراجهم المجني عليه بهدف الاستيلاء على الهاتف المحمول اللي كان معاه. المتهمين أضافوا أنهم تعدوا عليه بسلاح أبيض وأخفوا الجثمان في المنطقة اللي وجدت فيها جثة الطفل بعد بترهم لكفيه كمحاولة لإخفاء البصمات، ولما استشعروا أن أمرهم تم فتحه تخلصوا من الهاتف المحمول عن طريق حرقه.